مرحبا بالجميع، نحن منظمة الRTI بنرحب فيكم كتير ورجعنا لكم بسلسلة القصص. بنتمنى انكم تكونوا بخير وانكم تكونوا عم ديروا بالكم على حالكم وعطفالكم. اليوم باعتبار الجو حلو كتير، فمندعوكم لرقصة الغابة. الكتاب اللي نقيناه اليوم هو كتاب كتير 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 مميز. اسم الكتاب الزرافات لا يستطيعون الرقص، هو كتابة جيل ساندريا وإخراج جاي باركر. هلا القصة هي كلها عن جيرالد، هي زرافة. جيرالد هي زرافة رقبتها طويلة وبجريها كتير طوال، وهي الزرافة كتير بتحب ترقص، تنضم للحيوانات التانية الموجودين بالغابة لرقصة. مثل ما بتعرفوا انه الزرافة ما فيها ترقص بسبب طولها، فهون خلونا نشوف سوا اذا هي الزرافة قدرت ترقص ولا لا. كان يوم كان في قديم الزمان، كان في زرافة اسمها جيرالد، كانت طويلة كتير ورقبتها طويلة كتير كمان. جيرالد كان اجريه رقاق كتير كتير كتير، وكان دائما يكون واقف ما يتحرك كتير، وكان يحب يمضغ وراء الشجر كتير كتير. اليوم مثل كل سنة بأفريقيا بهاي الغابة في احتفال رقص. هلأ بهذا الاحتفال كل الحيوانات بيروحوا وبياخدوا رقصتهم الأولى. هلأ هذا النهار بالسنة إجا، وجيرالد المسكين كان كتير زعلان لأنه هو كل ما بيجي بده يرقص بتكون رقصته كتير كتير سيئة. هلأ هون الكل بلشوا بالرقص، بلشت الخنازير ترقص وتتحرك، وصارت الحيوانات تبعون مثل تلقاهم تزحل وتتدحرج، بلشت الأسود كمان يرقصوا رقصة التانجو الأنيقة والجريعة. هون لما جيران شاف الكل عم بيرقصوا قرر إنه يكون شجاع ويبلش يمشي من ناحية الأرض، بس لأن الأسود شافته جايب ناحن صاروا يبلشوا يصرخوا، وصارت الحيوانات كلياتها تضحك. مرحبا، طلعوا على جيرالد الأخرق، الزرافات ما فيهم يرقصوا. صار يقولوا له يا جيرالد انت كتير سخيف، لا تكون سخيف ولا تجي ترقص معنا. هون جيرالد تجمد مكانه وكان كتير 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 محرج، وقال لحاله يمكن هن معهم حق، انا هديم الفائدة، او حاسس حالي انه انا كمان ما لي اي نفع وما لازم اكون بيناتهم. هون رفيقه لجيرالد عطى سؤال، عفوا ليش اللي بكونوا مختلفين عن البقية ما في له المجال؟ لا، يمكن هو بحاجة غنية مختلفة. هلا هون رفيقه لجيرالد قال سمع صوت العشب، سمع صوت الشجر، بالنسبة لي هي أحلى موسيقى، وخاصة لما بيجي النسيم وبضرب فيهم. تخيل إنه القمر الحلو عم بيلعب بس مشانك، تخيل إنه تعمل موسيقاك الخاصة فيك، وإنك تكون عن جد بدك هذا الشي. وهون في جيرالد كريت صار يقول لازم تلطيت انفاسك، ولازم تشد حالك شوي، وتقدم لنا شي يكون مدهش كتير وكتير مميز. وصار رفيقه لجيرالد يعطي نصايح مثل انه خلي ايديك على طرف وبلش حركهم بهدوء، بعدين رجعهم لورا، وبعدين فجأة امشي ونط بالهواء، وهيك بتكون عملت رقصتك. وهون كل الحيوانات اللي شافوا جيرالد عم بيرقص، لما شافوه عم بيعمل حركات اللي قال عليها رفيقه تفاجئوا وقالوا هاي معجزة، هاي أجمل رقصة بنشوفها بحياتنا كلياتها، لأول مرة بنشوف زرافة بترقص بهي الطريقة. هون
خلال طلع السماء وشوف طلع القمر والنجوم وقال هل صار فينا كلياتنا نرقص؟ بلشوا ورجعوا شغلوا الموسيقى لأنه كلياتنا بنحب الرقص. فهي كانت قصتنا لليوم. كانت القصة عن جيرالد الزرافة اللي كان قادرة أنه ترقص. إذا استمتعتوا بهاي القصة وحابين تسمعوا قصص تانية عملوا لايك للصفحة أو زوروا الويب سايت تبع RTI أو صفحة الفيسبوك أو المحطة تبعية اليوتيوب الخاصة فينا، راح تلاقوا قصص مشابهة أو راح تلاقوا مصادر تانية. نتمنى أنكم قضيتوا وقت حلو معنا، واستنوني بقصة تانية.